حاولت اني امشي على اغنية ايدل، حد عرفها؟ اكتبوا لي بالتعليقات تحت اذا بتعرفوها. هاي انتو طلبتوها، طلبتوا اشي من بي تي اس، فعملت ايدل وحاولنا بس مش عم بزبطوا الليركس، مش عم بزبطوا الكلمات، ارجع احطهم. شوفوا كم مره هيك عدلنا، عم باكل انا ميت جوع، ما عم بزبط. فصار في تغيير اخر لحظه، هلا عملنا اغنيه جديده. اليوم السبت وباقي معي اسبوع ليوم التصوير ولسه ما عندنا اغنيه جاهزه، وقلت 3 اشهر الموضوع ببالي، خلينا نشوف اذا بنلحق. زوزو انت تغني؟ زوزو هلا 5 اشهر ونص، بعد اسبوع تقريبا تصير 6 اشهر بتسعة 3. هلا عندي تصوير بس لسه مش الاغنيه، عشان عيد الام كمان عندي كثير تصويرات شايفين نفسي تصوروا. حبيت اورجيكم كيف التصوير، هلا باخذكم لفه على الاستوديو. بس برضه بنفس الوقت بمخي الف شغله عشان تصوير الاغنيه. هاي شامخ، شامخ ايش رسمت؟ ورجينا. هاي عم بتموت. اليوم عم نصور اخيرا الصوت، منسجل الصوت. بنسى اي شيء دايما على الورقه. هاي زوزو، جاهز لليوم؟ هيني عم بحضر لتصوير اليوم، بحضر ايش بدي اشياء وهيك. زوزو مش سهل المرة انه زوزو هيك زي الميدالية. يمكن نستعمل هاي لإحدى الشطات، انه الغسيل مش ضابط معي، فعشان ما في وقت انه على اساس انه انا غسلته ومش ضابط فلونه صار زهري. فهي عملنا هون فود كولورينج، نشوف اذا بيزبط. تطططا مش عم بزبط. شو بدك تعمل هلا؟ بدنا نجرب الجزر. وصلنا للاستوديو. هاي حمدي، تاخرنا 3 ساعات عن التصوير، احنا بنستنى قاعدين. استاذ حمدي. انا مش ماما، انا سوبر ماما، كلهم هادين اصلا امي زيي. بنقلني. يلا حسن، بلادي تكون نايمين من السبعة للسبعة، ابني برضى مني بس طبيعي. اليوم الثاني كثير ناس ثاني. هم صباح الخير. انا دوري هلا من جاي. ايش خربت؟ جايبين هدايا للاطفال اللي بيصوروا معنا. وين خربت؟ ايش صار؟ هاي مش مشكله، بزبط لك اياها. لا هلا بزبط لك هاي عشان انت خربت تبعتك. عندك عزوم اليوم، لازم نخلص بساعة. خلص دبري حالك، عندي عزوم. حاضر باسل. أول مرة باسل. هدول كيدز نافي، راح أحط لكم الرابط تبعهم تحت. ثانك يو جايز. باي. باي. باي علي. علي صح؟ لا، أمير. هاي هاي. توأم. يا باي الجرافيك. هاي ستيلا. ستيلا اخر الواصلون. هي معصبه، هي ارمنيه. يا باي. شكرا كل حدا. شكرا ميسم. عفوا سيما، ان شاء الله يكون عجبكم. خلف الكواليس شفت خلف اي زوزو، هذا لنا، هذا طلع لنا، بدي اخذه معي هلا. ما تنسوا تشتركوا بالقناه، بس عليكم تضغطوا على هاي الدائره اللي هون. شكرا كثير انكم تابعتونا، وان شاء الله تكون عجبتكم الاغنيه. وبس باي.